yolsuzlukları kaldırdık. أولاً رفعنا الفساد، قضينا على الفساد. عندما تقضون على الفساد ترون الغنى موجود. هو الفساد حمى بلاد المغرب منذ الاستقلال إلى الآن ولا زال مستشري. عفى الله عما سلف. لدينا في الهيئة الوطنية لحماية الملاعب المغرب ملفات عن أقطاب الاتحاد الدستوري والذين أفسدوا البلاد والعباد. عفى الله عما سلف. فإدريس الراضي بطبيعة الحال له 5000 هكتار يتصرف فيها كما يشاء في الغابات، وكأنه يطبق سياسة الاستعمار أيما كان اليوطي في المغرب، فقرر أن تصبح منطقة الغرب التي ينتمي إليها هذا الرجل لكي تكون غابة لشجر الكاليبتوس. عفى الله عما سلف. فذاك حينما يقول وزير العدل لهذا الرجل بأنك من المفسدين، إنني أؤكد ذلك. عفى الله عما سلف. رغم أن لدينا خلافات مع وزير العدل الأستاذ مصطفى الرميد الذي لم يستطع أن يحرك الملفات الكبرى، وهذا من الملفات الكبرى، الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يعني قام به هذا نموذج، هذا نموذج صارخ. هناك ملفات كبرى لم يستطع الأستاذ الرميد أن يحيلها على القضاء، ملف تلاعب في البورصة. عفى الله عما سلف. ملف كذلك هدر المال العام فيما يتعلق بالتعليم، 33 مليار درهم. عفى الله عما سلف. نحن مع كل وزير وكل مواطن مغربي يفضح الفساد، لكن على هذه الحكومة التي يرأسها الأستاذ عبد الإله بن كيران أن تسمع لنا كثيرا. عفى الله عما سلف.